وأقولها للجميع ولنفسي أولا، أي واحد من إخوانك مرافق أبوك وأمك ومصاحبهم وساكن معهم هو أفضل منك، ولو معك دكتوراه في الأخلاق، ولو معك دكتوراه في الفقه، ولو حفظت القرآن، أخوك اللي ظاهره التقصير ولا قرأ ولا كتب ولا عنده الثقافة وضيفته صغيرة، وانت رجال متميز ها وتقرأ وتكتب، اللي عند أبوك وأمك من إخوانك أطيب منك مليون مرة. لا تقول ذاك يقول ما قصر أخوي محمد، أخوك محمد أطيب منك وأطيب مني أنا. ليه؟ لأنه هو الذي صحب وأنت ما صحبت، أنت مشغول بالدنيا، أشتغل بالدراسة، وش هالدراسة؟ هذا جهل. إذا أشغلتك الدراسة بل لو أشغلك حفظ القرآن عن أمك وأبوك وصحبتهم وإدخال السرور إليهم كنت غير فقيه. الفقه أن ترتب الحقوق كما رتبها الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. ترتيب ربي مو بترتيبي وترتيبك. وبعضنا لو قالت المرأة نبي بصل ديور ورايح لأمه ديور من عند أمه، يمه أجيس بكرة يبون بصل، سبحان الله، أمك كيس البصل يغير الاتجاه، خايفا من المرأة، مسلطن الله عليه المرأة، أبناء نبغى من المكتبة دفاتر، راح وترك أمه، يلا يا أمه أنت ودي أجي، يا أبوي ودي أجي، لكن العيال يسافر بهم شهر ونص يتمشون، ورا ما خدت حلوة اللبن معك، قرة العين معك، ورا ما خليت حياتك حذاء، لماذا لا تكون حذاء في أقدامهما؟ أبر الأبناء المصاحب والذي لبسه والديه حذاء في قدمه.